مرحبا بكل فريق العمل معك وكله في الإذاعة الوطنية. شكرا لك سي محرز، كيفاش كنت تقصنا اليوم بإذن الله؟ إن شاء الله باش تتواصل مؤشرات الهدوء والاستقرار على غرار ما ميز نهاية الأسبوع الفارط. اليوم فترات مش باش تخللها سحب قليلة، وقد تكون الأجواء مغيمة جزئيا خلال الليلة القادمة، حتى مؤشر رياح تقريبا في أغلبه معتدل. نشاط متوقع في المناطق الساحلية الشمالية، وين توصل سرعتها مستوى 40 كيلومتر في الساعة في فترة ما بعد الظهر. البحر إن شاء الله باش يكون قليل الاضطراب إلى متموج في فترة ما بعد الظهر، ودرجات الحرارة تقريبا باش تكون في مستوى تقريبا المعدل العادي الفترة هذه. اليوم حرارة قصوى قد تتراوح بين 20 ل 24 درجه في ولايه الشمال، في الوسط على نسبين في الجنوب تقريبا مش تكون بين 24 28 درجه. وبالنسبه لتطور الوضع الجوي خلال الايام القليله القادمه، اللي نتوقعوه كونه درجات حراره باش تكون في نسق تصاعدي، خصوصا مع عوده تدفق التيارات الهوائيه الجنوبيه. غدوه ممكن نشاط الرياح يطلب من نصيب اليقظه في المناطق الساحليه، وين توصل سرعتها المستوى 40 50 كيلومتر في الساعه. البحر باش يكون مضطرب الى شديد الاضطراب، ونجم نحكيو على عوده استقرار الاجواء بكل ما تحمل كلمه معاني من يوم الاربعاء. اكيد احنا في حاجه الامتان، نقولوا ربي يرحمنا، الامل قائم في رحمه ربي، وان شاء الله بدايه اسبوع موافق لنا. شكرا لك سي محرز الغنوش، يعطيك الف صحه. باش نرجع لتاريخ 13 اكتوبر، اذا كان ما خنتنيش 13 سبتمبر